معكم من جديد مشاهدينا والى فقره اخبار ومنوعات حلقه اليوم. شوف ايش في وش صاير في العالم. اول خبر صراحه بعنوان سعر خرافي، هو صراحه سعر خرافي، ولكن ايش الموضوع؟ تفاصيل الخبر تقول انه سيكون العالم على موعد مع اغلى حذاء رياضي على الاطلاق، حيث ان من المتوقع ان تصل قيمته الى مليون دولار. الحذاء صممته الشركة العالمية أديداس بالتعاون مع صانع الخزف الألماني ميسن، وهو غير مخصص للاستخدام الفعلي، وسيتم عرضه في مزاد إلكتروني. شايفين صورته؟ والله ما أشتريه يا جماعة. ليش؟ والله يعني ب1000 دولار ما اشتري، ولكن في ناس فعلا عندها حب اقتناء الاشياء الغريبه واللي تصير مره في العالم وعندهم هوس في هذا الموضوع، ممكن اكيد انه يشتروه. ماشي نشوف. روح لخبر اخر وتصميم جميل جدا لقارب شمسي. هذا القارب شايفين زي ما احنا شايفين ما يشتغل بالكهرباء ابدا، ما في كهرباء، يشتغل على الطاقه الشمسيه، وصراحة شيء جميل جدا. صمم مهندس سويسري قارب ضخم مغطى ب 500 لوح طاقة شمسية لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل محركاته دون التسبب في أي انبعاثات تلوث البيئة. وقام القارب بجولة عالمية استمرت 585 يوم اعتمد فيها كليا على الطاقة الشمسية. هذا ممكن اشتريه بمليون دولار يا جماعة، هذا والله رائع جدا، وتصميم وفكرة، وانه يشتغل على الطاقة الشمسية وما يحتاج لأي كهرباء لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل محركاته. فصراحة هذا التصميم اللي أبهرني، مو الخبر الأول، هذا جميل، حتى لو أخذ لفة فيه في الكورنيش. باخذكم كلكم معي ان شاء الله. نشوف اخر اخبارنا اليوم لتماثيل فرعونيه باستخدام مجهر وبعض ادوات النحت واقلام الرصاص. يبدع شاب مصري في نحت تماثيل فرعونيه مميزه على اقلام الرصاص. هذا فن يا جماعه، هذا فن. يعني انتوا تعرفوا الراس قلم الرصاص مره نحيف، شايفين كيف التفاصيل والدقة اللي بينحت فيها؟ صراحة طريقة مميزة جدا. إبراهيم بلال هو الفنان التشكيلي المصري، نجح في لفت الأنظار بهذا الفن والترويج أيضا للسياحة والآثار المصرية. ودائما نقول أن الفن والإبداع في الفنون ما له حدود أبدا، وصراحة إبراهيم مبدع جدا. إيه إبراهيم والله مبدع.